تتلعب. طويلة باتجاه وليد. وليد مهدي. يلعبها بالهير. صوبت المرمى. الله. الله يا وليد. وليد الطريق. وليد يسجل هدف جميل. زي الهدف اللي سجله احسن. وليد موعود بالاهداف الجميلة اللي اتحفنا بيها في البطولة. ويسجل وليد عند الدقيقة 7. شوف وليد من جهة اليمين. معدي وليد بتمريرة جميلة ملعوبة من فؤاد انور اللي يلعبها وليد. والحارس كان يعتقد انه حيلعبها باتجاه العرض لكن وليد خدعه ولعبها بالزاوية. ويقول والهدف الاول. وزي ما اجمعت الصحف التايلاندية اليوم انه منتخبنا الناشئين اقوى الحقيقة المنافسين والمرشحين البطولة النهائية لكأس آسيا. تتلعب من بونتشيا. توصل لمنصور الموسى. كرة الموسى لعبة جميلة بتكسر. حارس المرمى وسجل وليد. سجل وليد الهدف الثاني لكن حارس المرمى اعتدى عليه ولعبة خطرة هي بالكورة وراح لوليد وضرب وليد أمام حكم المباراة. وساندر وبراقبين. يصور براقبين لكن تصل بالحائط وترجع ساسم. لا معها سلمان غريني. جبرتي مبطي اصلها جبرتي وفي يشجع حكم المباراة. وحكم المباراة يقول ماشيتي ايش فاندك وماشي. يا سلام وفي خطا. يا سلام يا جبرتي. يا سلام. كل الشباب اللي الحقيقة أو منتخبنا الناشئين بيقدم مستوى رائع رغم الجو الحقيقة المعنوي والنفسي الكبير اللي محيط بمباراة اليوم إلا أنه شبابنا بيقدموا مباراة كبيرة. والمنتخب التايلندي بيلعب بكل السبل والجماهير بتحاول بتآزره بكل الطرق لكن منتخبنا صامد لأنه قوي ولأنه فريق يستحق هالصمود في شبابه وناشئينه اللي أعطوا الحضور في بانكوك صورة جيدة عن مستوى الكرة السعودية ولله الحمد. لسياد رقم 11 حلوة خالد كرة مباركة قريبة من خالد طوافها لكن خالد صاحي صدها. الله ضربة رسمية. مباراة قوية وتعتبر من أجمل وأقوى مباريات البطولة على الإطلاق حتى الآن. مباراة جميلة وممتعة وقوية وفيها من الإثارة أشياء كثير. تتلعب تصطدم في سامي الجابر وهي جبرتي منطلق ومحصلها جبرتي. برافو جبرتي. ماشي جبرتي عبد الله الأحمد وليد الطريق. مارتيلو يعدي يعكس الكرة. يعدي يعكس لكن تتقطع وترجع لحارس المرمى قومت ان. و 37 دقيقة باقي حوالي 3 دقائق عن نهاية الشوط الأول. منتخبنا متقدم بهدفين مقابل لا شيء. المنتخب التايلندي سامي الجابر لاعبها باتجاه بؤمك خان بؤمك سورين حدي أربع جزاء لصالح المنتخب التايلندي. أربع جزاء أي ما يشير حكم المباراة
عبد الواحد عبد الرشيد الماليزي الجنسية يقول انه في ضربة جزاء عرقلة لصالح المنتخب التايلندي. عبد الله جاسم المنتخب يلعبها المرمى 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 يسجلها بونشيا 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 سجل الهدف الاول في الدقيقة 39 رقم 6 مرتدة بعدها ايه اتجاه امنات ومرمى لكن لسه الكرة خطرة مع امنات امنات يلعبها اتجاه سأسن هشة مشودي منصور اتجاه امن جابر جبرتي جبرتي جات الامنة وكتا لمنتخبنا طيب في المرمى الله لسه الكرة خطرة طيب لازم نرجع بسرعه لازم نرجع لمواقعنا ارجع جبرتي او لحد جبرتي رجل خطا في الرايه وفي خطا في خطا في خطا لصالح منتخبنا وفي كارت كارت اللاعب الستة اللي جاب الهدف بونشيا بونشيا تتلعب من رقم مقطوعه من مازن وصل منصور الموتى لاعب الوليد وهجمة مرتدة هجمة مرتدة احطها في المرمى حلوة حلوة اه في المرمى ترجع تلعب جبرتي العب جبرتي احسن ضربة ركنية حلوة حلوة لعبها وليد والله القايم تنساد ليه طلعت اخيرا ضربة ركنية ضربة ركنية نفذ بين منصور الموتى طويلة وعالية تتلعب جميلة باتجاه جبرتي 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 برأسن جبرتي يحاول يعدي ويلعبها تمريرة جبرتي المرمى هدف يا سلام يا فؤاد الهدف الثالث لمنتخبنا الهدف الثالث والتأكيد لسه مين يفوز منتخبنا ثلاث أهداف ثلاث أهداف في الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني يسجل فؤاد أنور الهدف الثالث من تحت أقدام شوف شوف كبرت شوف كبرت وعملها زي السابقة على طبق من اتجاه فؤاد أنور لعب من تحت أقدام حارس المرمى كومير الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني من زمن الشوط الثاني وباقي 5 دقائق والجماهير نساء مستوى منتخبها مستوى منتخبها الحقيقة لأنه منتخبنا يستحق وزي ما ذكروا أيضا في صحفهم المتخصصة صحيفة تسمى سام لا صحيفة متخصصة في الشؤون الرياضية في تايلاند كتبت أنه المنتخب السعودي واحد من أقوى المرشحين لبطولة هذه البطولة كان على أساس خالد طلع من المرمى على أساس أنه عدنان عبد الشكور يلعب له الكورة لكن عدنان عبد الشكور فضل أنه يبعدها عن الخطر ويطلعها خارج رمية تماس نفذ على طول وعبد الله الحميدي قاطعها توصل لمازن باطو مازن باطو واللعب صار عنيف الحقيقة اللعب صار عنيف رقم 10 شعرون شعرون ماشي كابتن الفريق شعرون يلعبها أوصل لي فؤاد أنور فؤاد أنور لعبها جميلة باتجاه وليد الطرير ومنصور على يا وليد حلوة وليد عدت من واحد واثنين وثلاثة لكن كان حظه سيء ولعبها خارج المرمى علاش وليد مستاء من الفرصة اللي ضيعها لكن وليد جايب لنا 5 أهداف 5 أهداف
جايبها وليد وشاي كبير يا وليد، شاي حلو يا وليد انت وبقيه الزملاء. ضربه ركنيه لصالح المنتخب التايلندي، واحنا نلعب في الدقيقه 39 تقريبا، باقي دقيقه على نهايه الشوط الثاني والمباراه الممتعه اللي امتعونا بها ناشئونا في هذه الامسيه الجميله امام جمهور كبير من الجماهير التايلندية. وهجمة لصالح منتخبنا، حارس المرمى طالع المرمى، انت من نفسك انت من نفسك، الله الله، كارت احمر يا حكم المباراة، كارت احمر يا حكم المباراة.